وين ما كنتوا تسمعوا فينا شقالك ونص ونص وين ما كنتوا تسمعوا فينا. مرحبا مرحبا لقيت ذي كيما كنا الاربعه نعطيكم عجيبه وغريبه. واليوم العجيبه نتاعي باش تجي من البلد المنشئ اللي صح الحمد اليابان. اليابان بلادك هذه صاحبتي تقولها بون اليابان ما جابون كي نقولها شنو هي جابون بالعربي تقولي الصين. مراه واضحه ديديكاس ديديكاس حسب غير ما نعطي اسم اختار ما عليناش نتعدي بالعجيب وغريب. غريب وعجيب غريب وعجيب يا امل. بوستاجي لقاو في داره 24,000 جواب. 24,000 جواب في بوستاجي في داره على مدة سنين لمهم. البوستاجي هذايا في اليابان طويكا سيبون خرج روتريت عمره 61 عام. كل ما يخرجوا مثلا كل مره يعطيوه بلاصه باش يمشي لها يعمل جوست ما كيما نقولوا احنا الكيلومتر الاولاني من التراجي اللي لازمو يعمله يفرق الجوابات اللي فيه يفوت الكيلومتر هذاك كل يلمهم ويهزهم لدارو. يا اموركم توصل لكم جوابات معناها ما يزيدش يفوت اكثر ما يفوتش اكثر. هذاك هو قال لك ما نجمش نخدم. سالوه معناها سالوه علاش تعمل هكا يا اخي قال لهم عمليه التوصيل نتاع الجوابات هذيا كانت عبء ثقيل علي. دونك يروح بهم للدار ويخليهم كاو يوصلوا لك فاكتوراتك. اما بصراحه الخدمه ماهيش بامانه هكا وبلاش ضمير زاد المشكله. وين اللي هما معناها وقت اللي حبوا يحاسبوه البوستاجي هذايا يضحك عادي مش متقلق ابريتو الناس ما عادش تتعامل بجوابات معناها ابريتو الواد. اي ما هذايا وقتاش هو وقت اللي كانوا يتعاملوا بجوابات. اما لا اما راهو يلم فيهم معني عنده جوابات يرجعوا ل 2003 فما جوابات من 2003 في داره محطوطين. فوالا اكزاكتومون الطو هي الحكايه. بون خاطر خرج روتريت وعاود رجعوه يخدم غير كو عقاب اللي هو عطوه دوبل باش يعاود. شفت العقابات كيفاش في اليابان؟ اي اي خاطر ما نقاولوش عقاب يعني شنو واحد حط جوابات في داره سيب حاجه وتعديه وفيت العقاب نتاعو باش يكون رجعوه للخدمه. العقاب نتاعو يكون انه هو باش يوصل دوبل جوابات كل يوم ومجبور انه يوصلهم الكل جوابات هذا معناها اللي ما خدموش في صغره باش يخدموا في كبره. في كبره 24,000 جواب. 24,000 ليه ولا ما عادش عنده بلاصه في ليه هو معناها بينه وبين روحه معناها ما حسش هكا شويه بالذنب. ساعات نحن نعرفوا اللي البرا معناها يتعاملوا بجوابات اكثر معناها كل فما لي زامبو فما البنوك فما برشا حاجات مثلا توصل لك حاجه مكتوبه للدار اكثر منا نحن يتعاملوا بجوابات غادي يعني كل يوم لازمك تتفقد البواتاليت نتاعك غادي دوك ما حسش فما عباد تستنى في اوراق مهمه. اي اوراق مهمه باش يجيوهم بالبوست معناها هو هزهم وحطهم في داره معناها كلوا بعضكم ويضحكوا عادي ابريتو ما تقولوش عقوبه. وعجيب غرايب وعجيب وانا نعطيكم زوز تيكيات باش تحضروا للسبيكتاكل نتاع 100% تابو لطفي العبدلي. كيفاش باش تعملوا تدخلوا على الباج اوفيسيال راديو